إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، لا تأخذون الاسم ولا الصورة. هناك نصابين كثر ينتحلون شخصيات انتبهوا من هذا الأمر. عند الضغط على هذا الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، شهاداتهم صوت وصورة، رسائلهم، تعليقاتهم، أمور كثيرة جدا تثبت قوة دوراتنا التدريبية. ولا بأس أن أشارك معكم بعض الأرباح للإخوة المشاركين في الدورة. لاحظوا الأخ يحقق 17% في البيتكوين، يحقق 843% كذلك في البيتكوين، ويقول الحمد لله نظرية التقفيل تعمل بشكل جيد 800%، هذا نسبة كبيرة جدا. هذه أرباح فقط اليوم، يوم 12 يونيو، 141%، يقول بوم، لأنه هذا هو شعار دورتنا وشعار قناتنا، هو البوم، لأنك تفجر محفظتك بالأرباح إن كنت جادا في التعلم. هذا الأخ يحقق 163% ويقول صباح الخير بتوقيت البيتكوين. صباح الخير أخي الكريم، مبروك مبروك الأرباح. لاحظوا كذلك هذا الأخ يوم أمس حقق 1027%، ما يوازي تقريبا 7200 دولار في صفقة واحدة، أتوقع شيبا، 7200 دولار. لاحظوا قوة الأرباح التي يحققها الطلبة المشاركين في الدورة. كذلك هنا الأخ يقول أتحدى جميع الجروبات المدفوعة تجيب نسبة أرباح مثل ما التحليل الموجب يعمل نسبة أرباح، والآتي مبهر أستاذ. مبروك أخي، 2000%، ألف. يعني لاحظوا أخواني أخواتي، نحن دائما نشارك معكم هذه الأرباح لنقول لكم أن دوراتنا قوية إذا كنت جادا في التعلم، إذا كنت جادا في التعلم وعارف أن التداول مهنة صعبة وخطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك عليك أن تكون جادا وتريد فعلا أن تتعلم مثل أي مجال. لا يمكنك ضبط أي مجال إلا إذا جلست وتعبت وتعلمت. نحن نريدك أن تكون محترف مستقل بذاتك، لا تحتاج لأي شخص، هذا هو هدفنا. لذلك نشارك معكم هذا العرض يوميا، وهو أقوى عرض يمكنك الحصول عليه، لأننا نعرف أهميته ونعرف أنه قد يجعلك محترفا. كما قلت دائما هناك شرط، يجب أن تكون جاد في التعلم، تريد أن تتعلم ولديك رغبة كبيرة جدا في أن تضبط هذا المجال. وهذا المجال نحن تعرفون مدرستنا هي مدرسة المنطق في التداول، مدرسة العلم الأعرف الكاذب جاءت بالمنطق في التداول. نعلمك كيف تحلل الشارت بطريقة منطقية وتعرف أسباب تحركات الشارت بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، ومتى سيكون هناك تلاعب، ومتى سيكون هناك صعود قوي موجة دافعة، ومتى سيكون هناك تعقيد في التصحيح، وكيف ترقم هذا التصحيح، كيف تحلله، كيف ترقم الموجة الدافعة، كيف تحلل أمور كثيرة جدا ومعلومات خطيرة جدا تساعدك على احتراف التداول بطريقة منطقية. إذن هذا العرض اللي هو أقوى عرض وضعته لحد الساعة بدورتين، تحليل موجي والبريس أكشن، 34 فيديو مسجل، لكن الأهم بالنسبة لي هو قناة التحليلات اليومية. قناة التحليلات اليومية هي كنز كنز، لأنه هي عبارة عن دورة تدريبية مباشرة معي يومية لمدة 3 أشهر، نحلل فيها كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية، من الاثنين الجمعة صباحا ومساء، وترى بأم عينك تحركات الأسواق وتحليلاتنا، أنت تقارن تحليلاتنا مع تحركات السوق، وإذا تحرك السوق مثل ما توقعنا ومثل تحليلنا فهكذا ستفهم أن الطريقة التي تدرس هي طريقة قوية جدا، لأننا نعتمد على المنطق. لذلك أقول أن هذه القناة التحليل اليومية أهم من الدورة، وإن لم تكن مشتركا فيها فأنت تضيع كثير جدا من يعني ربما تضيع فرصة لتغيير حياتك أو مستقبلك. هناك كثير من الناس غيرنا الحمد لله، تحليل موجو برايس أكشن وقناة التحليلات اليومية غيرت حياتهم إلى الأفضل. كذلك تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية بها خيرات المتداولين لدي، يجاوبون على أسئلتك، يشاركون معك تحليلاتهم، صفقاتهم، يتابعون معك إلى أن تحترف. أنت لا تنضم فقط إلى دورة تدريبية، هذه ليست دورة، هذا عرض متكامل وهائلة تنتظرك لكي تأخذ بيدك من المبتدئ إلى محترف مستقل بذاتك، لا تحتاج إلى أي شخص. إذن إذا أردت احتراف التداول، إذا أردت أن تستقل بذاتك، إذا أردت أن تتداول دون أن يتحكم فيك أي شخص أو أي شخص تكون تابع له، هذا هو العرض المناسب لك. الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط
وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو اول رابط اضغط عليه تتحدث معي مباشره على الخاص على التليجرام. انا الذي اجاوبك تبدا رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناه العملاق الكادي مباشر باليوتيوب. وصلنا الى 6430 مشترك، نريد ان نصل الى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناه. الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو، اخر رابط. واخيرا وليس اخرا، يمكنكم الذهاب الى الموقع bprowavetrader.com وتحميل بعض الكتب مثل الدليل الاساسي للشمال الياباني للمتدينين. فقط اضغط على ابدا الان مجانا، ضع ايميلك الخاص، تصلك الكتب الى ايميلك الخاص. تحذير: التداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العملاق في الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد. وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عائلتنا وإلى دوراتنا. طيب ماذا لدينا في البيتكوين؟ إذن أحتاج أن نعود إلى يعني البنية الأساسية للبيتكوين ونرى جيدا ما الذي حدث أو ماذا لدينا في البنية. لدي موجة دافعة تصحيح، ثم موجة أخرى دافعة، هذه الموجة على شكل WXY، ثم بعد ذلك هنا توقف البيج بوي عن الشراء، لأنه بعد هذا الصعود لن يجد لمن يبيع، فيحتاج أن يحصل على سعر أفضل، يحتاج أن يحصل على سعر أفضل قبل أن يشتري مرة أخرى، لأنه هنا في هذه المنطقة لن يجد لمن يبيع، لن يجد أشخاصا يشترون في هذه المنطقة، وهو لديه كمية كبيرة من المال، فسيكون خاسرا، بالتالي سيتوقف عن الشراء وينتظر. نزل السعر ثم صعد بقوة، كان يعني يحاول يعمل جست نب، ثم بعد ذلك توقف مرة أخرى ونزل السعر. لاحظوا إلى أين نزل. إذن هل هذا السعر مناسب له؟ لكي يصعد السعر يعطينا موجة مثل هذه، لأن هناك موجة قادمة في المستقبل مثل هذه. هنا يأتي دور التحليل الموجي. التحليل الموجي يقول أنه بعد الموجة الدافعة يجب أن يكون هناك تصحيح. هذه حركة قوية. أين هي الموجة التصحيحية في هذا التصحيح؟ غير موجودة. إذن لكي تكون لدي موجة تصحيحية أحتاج أن يتم تقفيل هذه الموجة. هنا نأتي إلى نظرية التقفيل. إذا تم تقفيل هذه الموجة سيصبح لدي هذا هو التصحيح، هذا 1 2 3، هذا هو التصحيح. إذن ستصبح لدي موجة دافعة تصحيح، وسنبحث عن موجة دافعة أخرى لكسر هذا القاع قبل البحث عن تلك الموجة الدافعة التي ستصعد تعطيني مثل هذه الموجة. إذن البيتكوين لازلنا في هذا التصحيح. طيب السؤال الآن، هل نحن في هذه الموجة التي ستقفل؟ ممكن. هل ضروري أن يكون التقفيل مساويا لنفس الطول؟ ليس ضروريا، خصوصا إذا ابتعدنا كثيرا عن القاع. ليس ضروريا، قد تعطينا فقط طول بسيط ثم ينزل السعر، ليس ضروريا أن تكمل، وهذا رنين. إذن توقعنا كان منذ أن تم كسر هذا القاع أن يتم تقفيل هذه الموجة، وبالفعل صعد السعر. لكن هل هذه الموجة هي التقفيل؟ لأنه لازال لدي هذا المشكل، لاحظوا لازال لدي هذا النموذج، لأنه هذه الموجة هي على شكل WXY، وبعد الواي إما يكون لدي انعكاس في الاتجاه أو تصحيح كبير، أوكي؟ إذا كان هذا تصحيح كبير هو أكبر من هذا، قد ينزل البيتكوين مرة أخيرة لكسر القاع قبل الصعود ثم النزول قبل تلك الموجة الدافعة، ممكن يحدث هذا الأمر. إذا الآن ما علي فعله هو أن أرى هذه الموجة. هل هذه الموجة كيف هو تحليلها؟ كيف يمكننا تحليلها؟ لأنه إذا حللناها بطريقة صحيحة قد نحصل على إما فرصة للشراء لمرة أخيرة أو فرصة للبيع لكسر القاع. طيب إذا ذهبت إلى فريم اليومي وركزت جيدا في
في فريم اليومي، هذه موجات فريم يومي. لاحظوا عندي هذه الموجة إلى هذه المنطقة إلى هذه القمة، وإذا حضرت هذا السهم سنجد أن هناك زيادة في الزخم الشرائي. إذا هذا البيج بوي الذي قام بالتحضير في هذه المنطقة بيج بوي قوي، بيج بوي قوي. إذا سأتوقع طالما، لاحظوا معي، طالما لم أكسر هذه المنطقة، طالما لم يكسر السعر هذه المنطقة، دائما سأتوقع ربما الصعود، وطالما لم يسير السعر لهذه المنطقة كذلك دائما سأتوقع الصعود. إذا عندي منطقتين، منطقة على الفريم اليومي هي هاته لكي يتأكد من أنه بنسبة 100% أنه هابط، ومنطقة على فريم 4 ساعات هي هاته لكي يتأكد أنه بنسبة 98% نازل لمستوى ال 15500 دولار. طيب يفترض أنه لو كان هذا هو النطاق وأن البيتكوين نازل، يفترض أن لا أن تكون هناك زيادة في الزخم، لا يكون هذا التصحيح. ده لحد الساعة البيتكوين يقول لي أوه انتبه، هاتي فقط للصعود أنها تصحيحية، فقط يجب أن يكتمل هذا التصحيح. شيء آخر، هاتي الموجة هي على شكل W إكس واي، بعد الواي إما سأحصل على تصحيح كبير هنا للصعود ليلغي لي هذه الموجة، إما سأحصل على تصحيح مساوي ويصعد لمرة أخيرة قبل النزول إذا كان في نزول. إذا دوري الآن هو أن أحلل هذا التصحيح لأعرف متى ينتهي لكي أبحث عن الصعود. ممكن أبحث عن الهبوط ثم عن الصعود. فريم 4 ساعات هذا تصحيح، ربما فريم 4 ساعات أو اليومي هو تصحيح يومي، لنرى. إذا نظرنا جيدا في هذا التصحيح سنجد أنه يفترض أنه بعد كسر هذا القاع لو كان اكتمل هذا التصحيح كان يجب أن نحصل على موجة دافعة ثم تصحيح هنا للشراء. لم يحدث ذلك، صعد ثم بدأ ينزل بهذه الطريقة. لاحظوا، إذا ألا يمكن أن يكون هذا فقط نموذج هنا راني أو ريجولر أو إكسباندين لنزول آخر؟ إذا حدث هذا الأمر سأبحث عن البيع من هنا، كسر هذا القاع سيكون هو هدفي الأول، ثم 15500 دولار هو هدفي الثاني. لربما يريد أن ينزل من هنا. أوكي؟ طيب، في حالة ما إذا حصلنا على النموذج ونزل السعر وأعطاني الهدف الأول وفجأة صعد بقوة وبدأ يصحح، خلاص هذا للشراء، لأنه هذا سيعتبر تلاعبا على لهذا الترند لاين. تتذكرون هذا الترند لاين تلاعب، مثل الذي حدث في هذا الترند لاين تلاعب، عفوا ترند لاين الذي وقع تلاعب ثم عاد. إذا هذا ترند لاين تلاعب ثم قد يعود. ركزوا معي جيدا، هذه معلومات خطيرة جدا لا أحد يتشاركها معك. طيب إذا نزلنا إلى فريم الساعة، ماذا لدينا؟ لاحظوا عندي هذه الموجة القوية وهذا التصحيح، وربما يكون هذا تصحيح. هل عندي زيادة في الزخم أو نقص في الزخم؟ لنرى على الفريم، أريد أن أرى هذه الموجة على أي فريم. طيب إذا أول موجة هي هاته، لاحظوا هناك زيادة في الزخم البيعي، هناك بعض زيادة في الزخم البيعي. أوكي، إذا لاحظوا معي، إذا صعد البيتكوين أعطاني هذا التصحيح وأعطاني موجة دافعة، لنرى على فريم 15 دقيقة. لاحظوا عندي WXY، WXY، إذا هناك احتمال يعطيني إكس زد. لاحظوا معي جيدا، قد نحصل على مثل هذا التصحيح هنا هكذا، إذا تقريبا متساويا. نريد فقط أن يكسر هذه القمة، إذا أتيحت الفرصة أن يكسر هذه القمة مستوى 26216. إذا صعد وكسر هذه القمة ثم فجأة نزل وكسر آخر جدار اللي هو الصعود ثم صحح، هذا للنزول. إلى أين؟ لكسر هذا القاع كهدف أول، هذا القاع مستوى 25349. إذا ممتاز، هذا البحث عن النزول ممتاز. وبعد ذلك سأحتاج إلى هذه الموجة
في منطقة ما قد يكون هناك زيادة في الزخم، قد ينزل بقوة ويزيد في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، يكون هناك زيادة في الزخم ممكن. وبعد ذلك نبحث عن هذا الصعود حتى يعطيني هذا النموذج، وتكون الموجة في الوسط WXY XZ. ثم بعد ذلك هنا يكون عندي نقص في الزخم، نبحث عن النزول لكسر القاع، هذا القاع. هكذا سنتصرف مع البيتكوين على المدى القصير، هذا تحليل على المدى القصير فريم 15 دقيقة، لأنه المدى الطويل لا زال لم يكتمل التصحيح حتى نتحدث عن المدى الطويل. عندما نحصل على هذا الرنين وهذا النزول، هنا سيصبح هذا جداري. إذا رجع البيتكوين بقوة وصحح فوق هذا الجدار، ممتاز، هذا للصعود، على الأقل كسر هذه القمة مستوى 30,000 دولار، وممكن يصعد أكثر. إذا ما رجع وزاد في الزخم وصحح، أي تصحيح هو للبيع، إلى أن نصل إلى مستوى 15,000، أو على الأقل إلى مستوى قمة هذا النطاق اللي هو 18,334، قمة هذا النطاق. قد يصل إلى 15,500، ممكن، لا مشكلة في ذلك. أوكي، إذن هذا هو تحليلي للبيتكوين اليوم، يعني بطريقة مفصلة، بطريقة منطقية، بطريقة بسيطة، بطريقة جد بسيطة. إذا أردتم احترافة الطريقة الرائعة في التحليل، هذا هو العرض المناسب لكم أخوتي الكرام، وهذا أقوى عرض وضعته لحد الساعة. استغلوه إن كنتم تريدون أن تحترفوا وأن تتعلموا وتطبقوا وتحققوا الأرباح في نفس الوقت إن كنتم جادين في التعلم. لا تنسوا أن تفجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أخو وسام. حبيب، أبغى أقول لك جزاك الله خير صراحة على الـ على الـ على الدورة الجميلة هذه، دورة التحليل الموجي. بصراحة يعني أنا ما كنت أتوقع القوة حق التحليل الموجي، كيف توصل الواحد أنه يقدر يتوقع حركة السوق بشكل يعني جميل جدا. تمام، حتى نسبة الريشيو للهدف والستوب ما شاء الله كبيرة. يعني أنا ما شاء الله من اللي شفته تقريبا تكون 3 4 5 6 أضعاف الستوب. يعني مع إدارة رأس مال بسيطة جدا الواحد ممكن يحقق أرباح جميلة جدا جدا، بس يعني شرط أنه يلتزم بالتحليل الموجي. فأنا أبغى أقول لك جزاك الله خير، أنا الحمد لله من المشتركين الجدد عندك، وشفت صراحة مجهود طيب، جزاك الله خير عليه. والموضوع بس يبغى له تركيز شوية، وإن شاء الله يجزيك خير، ويعني إلى التقدم والمزيد بإذن الله حبيب. شكرا أستاذ وسام على الدورة الجميلة هذه، ما قصرت يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم حسين من مملكة البحرين. أدعو أخواني من الوطن العربي متابعة والاشتراك في دورة الأستاذ وسام. أمانة أنا لحد الآن ما كملت الدورة، وصلت مجرد للحلقة الخامسة، لأن محتاج كرتونين بنادول لك الحلقة بصراحة. بس للأمانة أنا وصلت بس للخامسة وبعدي ما كملت الكورس، بس النتائج الحمد لله الحمد لله الحمد لله قاعد أغطي كل الخسائر اللي خسرتها في السابق. ألف شكر لك أستاذ وسام، وكلمة شكر قليلة في حقك، ونسأل الله إن شاء الله التوفيق لك في الدنيا والآخرة. ألف شكر لك أستاذ.